أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. اهتزت بلدية واد الزناتي بولاية قالمة البارحة على وقع جريمة قتل بشعة. إثر شجار وقع بين أخوين، وحسب ما هو متداول فإن شخص خمسيني يقتل شقيقه بطلق ناري ببندقية صيد رحمه الله، وإن لله وإن إليه راجعون، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة.